انت جاي هنا بقالك كام يوم؟ انا دي 4 ايام هنا في حاله قلب مصري هم اللي قاعد تخدمهم ما عادش غادي يروح عموما وانا اخدينهم كلهم وراضي اهو جبنا على طول جبنا جبنا في الشمس يرمونا من الصبح من الساعه 7 لحد عدى الساعه 4 عموما في الشمس ما قادرينش نشتغل عموما ما قادرينش وانا من تدمج خدام في البلد ونروح ونروح قررنا نمشي. بس اهدى اهدى اهدى، انت من اسيوط ولا منين؟ انا من اسيوط. تقلقش محدش هيقدر يلمسك، انا بعت العربيه يروح انا بعت لهم العربيه وهيجيبوهم دلوقتي. ايه ده بس انت مين ده؟ الو اي يا حاج مين اللي هينزله؟ يا حاج انا المهندس خالد معاك مش المقاول. ده عبوي المهندس ده مش المقاول. ما تقلقش ما حدش هيكلمهم، اسمعني بس ما حدش هيكلمهم، وانا المقاول ده انا هتصرف معاه. تقلقش خالص. انا يا باشا انا هجيب له الشرطة لحد هنا. انا جايب له الشرطة لحد هنا. ماشي ماشي ماشي. سلام.